من مدينة البيضاء مراسلنا أحمد زيدان. في البداية أحمد أهلا بك، وضعني في تفاصيل أكثر عن ما قامت به مديرية أمن الجبل الأخضر ومدير الأمن في مدينة البيضاء هناك. نعم، تحية طيبة لكم ولكافة مشاهدين قناة ليبيا الحدث، أحييكم اليوم من مدينة البيضاء للحديث عن آخر المستجدات. نبدأ حديثنا في البداية بالوضع الأمني داخل المدينة، حيث يشهد الوضع الأمني استقرارا كبيرا، وأقيم في هذا الصباح الجمع الصباحي لكافة أعضاء ومنتسبي مديرية الأمن بحضور مدير الأمن العميد خالد بسطة، حيث ألقى محاضرة توعوية أكد فيها على ضرورة ضبط الأمن والتزام بكافة التعليمات الصادرة من الوزارة الداخلية، والتأكيد على الالتزام الكامل بالمظهر الحسن والظهور بشكل جيد أمام المواطنين. فيما يتعلق بالوضع الصحي فليس هناك أي جديد بما يتعلق بمستجدات في فيروس كورونا بعد شفاء جميع الحالات المتواجدة بالجبل الأخضر. هذا بما يتعلق فيروس كورونا هو آخر شيء كان شفاء جميع الحالات. أما بما يتعلق باللجنة الاستشارية فهي أخذت منحنى آخر بعد شفاء جميع الحالات، حيث قامت بدورة تدريبية لفرق الرصد والاستجابة السريعة، حيث قيمت هذه الدورة الأسبوع الماضي واختتمت يوم الخميس في مدينة شحات بقاعة الشهداء. هذا كل ما يتعلق بالأوضاع داخل مدينة البيضاء. أحمد زيدان مراسل قناة ليبيا الحدث من مدينة البيضاء كنت معي مباشرة من هناك، شكرا جزيلا لك.